صحيح. اي والله احتاج مساعد مقدمتها. يلا جاهزين ايش تبي؟ بس تدلل يا عبد الاله. الله يحفظك. الشافعي رحمه الله يقول: الحر لا ينسى وداد لحظه. وهذه قصيده كتبتها في رجل له مواقف معي ما انساها ما حييت. يستاهل الطيب. جمع من مكارم الاخلاق الشيء الكثير، منها الصدق، البساطه، حب نفع الاخرين. مع اني في عمر ابنائه، لكن اذا جلس في مجلسه كانك اخوك ماشي ببساطته. اسلم. فقلت: ابا محمد لست انسى مواقفا. سلام. أبا محمد لست أنسى مواقفا، كنتم بها ذخرا وغيثا يغدق. والحر لا ينسى الجميل، وإنني من صلب من للمكرمات يطوق. يا سلام. والحر لا ينسى الجميل، وإنني من صلب من للمكرمات يطوق. شمس السماحة ابن عيلي ذو الندى، سعيد ملجأ من بحاله مشق. يا سلام. والحر لا ينسى الجميل، وإنني من صلب من للمكرمات يطوق. شمس السماحة ابن عيلي ذو الندى، سعيد ملجأ من بحالهم شقوا. شاهين آل بني شيهون، ازدهوا قوم بهم أمثالكم وتسامقوا. يا سلام. شاهين آل بني شيهون، ازدهوا قوم بهم أمثالكم وتسامقوا. قالوا: السماحة. قلت: ذلك سقفها. سلام. هذا التواضع، والمعالي تعانق. يا سلام. قالوا: السماحة. قلت: ذلك سقفها. هذا التواضع، والمعالي تعانق. هذا الطهارة، والمكارم جسدت. هذا الرجولة، والبلايا تحدق. والناس يعرف بالبلايا محلها، وبها يسود الناس أو هم يخفقون. يا سلام. قالوا: السماحة. قلت: ذلك سقفها. هذا التواضع، والمعالي تعانق. هذا الطهارة، والمكارم جسدت. هذا الرجولة، والبلايا تحدق. والناس يعرف بالبلايا محلها، وبها يسود الناس أو هم يخفقوا. كم من مصيبة كابرت فلطمتها، كنت المصيبة للمصيبة تحرق. كم من مصيبة كابرت فلطمتها، كنت المصيبة للمصيبة تحرق. بالجود والإحسان والنصح الذي محطه من جاء بابك يطرق. كم من مصيبة كابرت فلطمتها، كنت المصيبة للمصيبة تحرق. بالجود والإحسان والنصح الذي محطه من جاء بابك يطرق. يا آل يافع، فاخروا بعظيمكم، ما كل قوم فيها مثله يشرق. يا آل يافع، فاخروا بعظيمكم، ما كل قوم فيها مثله يشرق. لو لم يكن في آل يافع غيره لكفاهم شرفا به يتسامق. لو لم يكن في آل يافع غيره لكفاهم شرفا به يتسامق. وهذه حقيقة يعني خرجت من القلب، وقلتها في رجل لو كتبت فيه الدواوين لما في حقه. جميلة. الوفاء.